حلقة جديدة من البعد الآخر، أهلا بكم. بعد شهر من توليه رئاسة الولايات المتحدة، كان الرئيس ترامب في اجتماع مع مجموعة من حكام الولايات عندما أعرب عن أسفه لأن أمريكا لم تعد تكسب الحروب كما فعلت من قبل. في الحقيقة تبدو المفارقة واضحة بأن أعظم قوة عسكرية في التاريخ كانت دائما قادرة أن تكسب أي معركة تدخلها، ولكن فوزها بالحروب هو أمر آخر. منذ الحرب العالمية الثانية مثلت معظم المحطات الدموية التي تنقل فيها الجيش الأمريكي حول العالم مثلت علامات استفهام حول نتائج نهائية لهذه الحروب، من كوريا الخمسينيات إلى فيتنام الستينيات، ومن العراق إلى أفغانستان إلى سوريا في الألفية. نقاط التماس بين المواقع العسكرية للجيش الأمريكي حول العالم ترسم ملامح استراتيجية الولايات المتحدة لعقود. كل دولار ينفق هنا أو يحجب هناك، كل جندي يتم الدفع به إلى هذه الجبهة أو تلك، كل مهمة بحث علمي أو تطوير في اتجاه عسكري معين يجعلنا نستطيع أن نفهم كيف تتحرك واشنطن في رقعة شطرنج معقدة مساحتها العالم بأسره. في سبتمبر 2016 كتب الجنرال ديفيد باتريوس في فورين أفيرز مقالاً حمل عنوان America's Awesome Military and How to Make It Even Better، تحدث فيه عن نقاط من الخلل وتخفيض الميزانية داخل الجيش الأمريكي والتي تركت تأثيراً كبيراً على فعالية الجيش وقدرته على القيام بمهامه. هل يقدم هذا المقال بعض التفسير لظاهرة نصر في المعارك وعدم فوز بالحروب؟ الجنرال مارك كيميت هو ضيفنا اليوم، وربما يكون هو أفضل ما يجيبنا عن الدور الذي يلعبه الجيش الأمريكي داخل الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، باعتبار أنه كان مساعداً لوزير الدفاع الأمريكي ثم مساعداً لوزير الخارجية الأمريكية، فجمع بين الخبرة العسكرية والسياسية. جنرال مارك كيميت، أهلاً بك معنا. شكراً جزيلاً. دعني أبدأ معك بالمقولة التي تقول بأن الجيش الأمريكي ينتصر دائماً في كل المعارك ولكنه في النهاية لا يفوز بأي حروب. لماذا لا تستطيع الآلة العسكرية الأعظم في التاريخ حسم الحروب من أفغانستان للعراق ولسوريا ولفيتنام حتى؟ هل هناك يعني هذه النماذج كلها تكرس لهذه المقولة، لكن هل هناك تفسير؟ برأيي أن الولايات المتحدة بارعة جدا في الفوز المعارك وكذلك الحروب. ما لم نتمكن من القيام به منذ عام 1945 هو الفوز بالسلام. إذا ما ألقينا نظرة على كل واحد من هذه الصراعات كانت مختلفة عن بعضها البعض، في كوريا كانت الحرب مستمرة على الرغم من أنها حرب باردة، فلا يزال هنالك عداء بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، ولكن هنالك استقرار بدون سلام. إذا ما نظرنا للعراق في حرب الخليج الأولى، في غضون ساعات دمرنا الجيش العراقي بالكامل، ثم عدنا إلى الكويت ولكننا لم نحقق السلام، بقي صدام في السلطة. نفس الشيء في العراق وأفغانستان، مرة أخرى كنا بارعين جدا في هزيمة العدو في كل معركة وبشكل فعال فزنا بالحرب، ولكن السلام والاستقرار ومتابعة العمليات التي يقوم بها الجيش، بل تقوم بها وزارة الخارجية وزارة الخزانة، حيث نستمر بالعجز نوعا ما. طيب لو أخذنا العراق على سبيل المثال، أنت من الناس اللي شاركوا بصياغة الشكل الذي تحولت عليه البلاد في مرحلة ما بعد سقوط صدام حسين، ما الخلل الذي حصل حتى وصلنا إلى هذا الشكل الفوضوي الموجود في العراق منذ سنوات؟ مرة أخرى الأمر يعود إلى مسألة تحقيق السلام والفوز بالسلام. حالما نهزم الجيش، ما يجب أن نقوم به بعد ذلك هو تحقيق الاستقرار في البلاد، أي النمو الاقتصادي الذي يساعدهم في الحوكمة ويساعدهم على سبيل المثال العراق في إعادة بناء جيشهم لكي يكون مسؤولا للحكومة وليس للدكتاتوريين. في هذه الحالة وهذا المثال لم نحقق ذلك بشكل جيد، وحصلت أحداث كثيرة بسبب التوترات بين الطوائف المختلفة، والجيش الأمريكي لا يستطيع إصلاح ذلك. هذه المسألة تتطلب بديلا ومن خلال
بمساعدة البلاد التي هزمناها في الحرب لتطوير منظومة الحوكمة الجيدة وأنظمة تعالج احتياجات الأفراد وأنظمة تمنع التمييز بين الطوائف المختلفة في المجتمع. وكما قلت هذا يجب أن يحصل داخليا في البلاد ولا يمكن أن يفرض عليهم خارجيا من دولة خارجية وأجنبية. هل بسبب هذه الرؤية الآن في تخطيط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو تفكير بسحب قواتها من مناطق متعددة ومنها العراق على سبيل المثال؟ هل لهذا السبب؟ لأن المرحلة الآن هي مرحلة سياسية دبلوماسية ولا علاقة لها بالجيوش والعسكرية. هذا بالضبط ما يؤمن به رئيس ترامب، فقد قال بأننا فزنا بتلك المعارك ولا يجب أن نستمر بخوض حروب أزلية. كل ما سنفعله من خلال ذلك باستخدام القوى العسكرية هو عدم حل الأسباب الجذرية. أفغانستان على سبيل المثال، المشكلة هناك جماعة مثل الطالبان التي تعارض بالكامل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، من يحصلون على أموالهم من بيع المخدرات الأفيون ومن إرهاب الأشخاص وفرض الضرائب والجزية عليهم. بكل بساطة إذا ما استخدمنا القوى العسكرية فكل ما سنقوم به هو قتل الطالبان، ولكن سنسبب بإيجاد جماعات مشابهة أخرى. سنسبب كل واحد نقتله سيبز 2 و3 عندما نقصف قرية بقنبلة. ماذا سيفعل ذلك بالعائلة أو الأطفال؟ هذا سيخلق العداء فيما بينهم ويقولون نذهب لنقتل الجيش المحتل. ما يجب أن نفعله هو أنفاق الأموال على التنمية والتطوير ومساعدتهم في بناء الحوكمة، ولهؤلاء الطالبان والجماعات الإرهابية غير القادرة الذي لا نستطيع أن نتوافق معهم نستخدم القوى العسكرية، ولكن الخيار العسكري يجب أن يكون الخيار الأخير في عملية السلام وليس الأول. خلال الحرب أولا الجيش وأخيرا وزارة الخارجية، أما خلال السلام فنبدأ بوزارة الخارجية وبعد ذلك بالجيش. بس في الوضع بأفغانستان، يعني هل يمكن أن تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية انتصرت في أفغانستان الآن بحيث وصلنا إلى مرحلة جلوس على طاولة مفاوضات مع الحركة التي قاتلتها الولايات المتحدة الأمريكية مع حركة طالبان؟ كلا، لا أعتقد بأن هذا هو سبب مجيئهم إلى طاولة المفاوضات. فهنالك قبول واسع من قبل الطالبان وأدركوا أنهم قادرين على الاستدامة أكثر من الأمريكيين في مثل هذه النزاعات على المدى البعيد. الشعب الأمريكي هو الذي يحدد بقاء الجيش الأمريكي هناك وخروجه. أنا شخصيا أعتقد بأن الطالبان يعتقد بأن لديهم الأفضلية في طاولة المفاوضات، وهم يتفاوضون من موقف قوة وليس موقف ضعف، وشيء لم يتمكن من تحقيقه لو استمر وجود القوة العسكرية تضغط عليهم من قبل قوات التحالف هناك. طيب هذا الضغط قد ينطبق أيضا على جهة أخرى، يعني مثلا إيران على سبيل المثال كانت محاطة بالجيوش الأمريكية في العقد الأول من الألفية من أفغانستان إلى العراق. الآن التخطيط بالانسحاب القوات الأمريكية من هذه المناطق، حتى مع وجود القوات الأمريكية حول إيران لم يمنع هذا إيران من تطوير برنامجها النووي ومن دعمها للميليشيات الإرهابية في المنطقة. لماذا برأيك؟ أعتقد أننا عندما تحدثوا عن تطوير إيران للبرنامج النووي أخذنا الأدوات الخاطئة خلال إدارة أوباما. حاولنا التفاوض على اتفاق نووي إيراني ولم يكن اتفاقا، هو ليس اتفاقا بل كانت خطة عمل ولم يكن فيها أي آليات تنفيذ. ولكن هناك مثال جيد، على الرغم من إيران كانت محاطة بالقوات الأمريكية، فالأمريكيون قرروا استخدام الدبلوماسية تحت إدارة أوباما، والآن يستخدمون العقوبات تحت إدارة ترامب. فإلى الآن لا نعرف إذا ما كانت هذه العقوبات ستعيد الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات من أجل التفاوض حول أكثر المجالات المقلقة، أي تخلص من برنامج النووي وبرنامج الصواريخ ووقف نشاطاتهم وعملياتهم
الخبيثة حول الشرق الأوسط وأماكن أخرى، ولكن في كلتا الحالتين خيار استخدام القوة العسكرية يجب أن يعد هو الخيار الأخير وليس الأول. عملية اغتيال سليماني ألا تأتي ضمن الخيار العسكري هنا وليس الخيار الدبلوماسي؟ أنت محقة، لا شك في ذلك، وهذا مثال جيد عما نشير إليه. حقيقة أن الدبلوماسية لم تنجح مع الحشد الشعبي المدعوم من قبل إيران، وأن التنمية الاقتصادية لم تغير آرائهم توجهاتهم، واستمرارهم باستخدام الصراعات والنزاعات المسلحة ضد المنشآت العسكرية والمنشآت الدبلوماسية. وعندما استخدمنا كافة الأدوات الأخرى، وكما قلت فإن الخيار العسكري هو الأخير، ولم تكن لدينا أي خيارات أخرى سوى أن نستهدفه بعملية في غاية الدقة. هل هذه يمكن أن تكون يعني تجربة أو رسالة لإيران أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو قررت الآن الضغط اقتصاديا واقتصاديا فقط عليها، إلا أن الخيار العسكري ما زال موضوع على الطاولة، حتى لو كان متمثل بمثل خيار اغتيال سليماني وليس الدخول في حرب مع إيران؟ أعتقد بأن هذا هو الأسلوب الصحيح للتعبير عما حصل. كنا واضحين جدا مع إيران فيما يخص الحشد الشعبي في تلك الفترة، عندما كانت إيران تهاجم المنشآت النفطية السعودية وناقلات النفط السعودية والعمليات الإرهابية في المنطقة، وتستمر بإطلاق الصواريخ على المنشآت الأمريكية. حافظنا على إرسال رسائل لنا لا تخطئوا الصبر بالضعف، ولكن ما أرادوه هم أن يتعرفوا إلى حد الصبر. وعندما قتلوا أحد المقاولين الأمريكيين في قاعدة التاجي، ذلك هو الخط الأحمر الذي رسمناه، ونتيجة لذلك قمنا بشن عملية ضد قائد المنظمة المسؤولة عن كل تلك العمليات، والعين بالعين كما نقول. طيب، منطقة الشرق الأوسط كانت دائما مركز مهم من الناحيتين الاستراتيجية والعسكرية الأمريكية، لكننا بتنا نلاحظ انصرافا أمريكيا الحقيقة إذا سميناه عن كثير من الأحداث التي تحصل في المنطقة، مثلا ما يحصل في شرق المتوسط أو ما يحدث في شمال العراق، الاعتداء التركي على الأكراد المتكرر في شمال العراق، ما حدث مع تركيا في سوريا، ما يحدث في اليمن الآن، ما الذي جرى بالضبط؟ ما حصل هو دونالد ترامب، يمكن نتفق معه أو نختلف معه، ولكنه حملته الانتخابية عام 2016 قال فيها أننا سنخرج من الحروب الأجنبية، والشرق الأوسط هو مجرد منطقة مليئة بالرمال، لم نعد بحاجة إلى النفط، ولم نعد بحاجة لحماية المسارات التجارية، فهذه الدول هي التي تهتم بها. الكل اشتكى من الولايات المتحدة وانتقد الولايات المتحدة للعب دور الشرطي الدولي، فالرئيس ترامب قال بأننا لن نلعب دور شرطي العالم، إذا كانت لديهم مشاكل فليحلوها بأنفسهم، نحن سنوفر الدعم كما فعلنا مع العراق، ولكنهم إذا لم يرغبوا، هذه الدول إذا لم ترغب بخوض معاركهم بأنفسهم فلن نخوضها نيابة عنهم، يجب أن يرغبوا هم بذلك أكثر منا نحن. هل يعني هذا أن التحالف ضد الإرهاب قد انتهى؟ وماذا لو ثبت فشل هذه النظرية في منطقة دائما كان هناك أهمية خاصة لها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا أنا أشكك إذا ما كانت الولايات المتحدة تشعر بهذه الأهمية كما كانت قبل 50 عاما، عندما كنا نعتمد عليها للحصول على النفط وكرادعة في معركتنا ضد الاتحاد السوفيتي. لا أعتقد بأن دونالد ترامب وهذه الإدارة، ولا أعتقد حتى جو بايدن أو إدارته، يؤمنون بأهمية الشرق الأوسط. الآن نرى الصراع الرئيسي هو مع الصين وروسيا، وصراعات في الشرق الأوسط هي ليست على نفس قدر الأهمية. لا أعتقد بأننا أنهينا دعمنا للحرب ضد الإرهاب، فقد احتفلنا أو
كانت مناسبة 11 من سبتمبر قبل بضعة أيام، والتزامنا بمكافحة الإرهاب مستمر، ولكن لا يجب أن يحصل هذا بالدبابات أو الطائرات المقاتلة ولا كذلك بالمدفعية، فقط في حالات محدودة جدا. في الولايات المتحدة لن توقف حربها ضد الإرهاب، ولكن توقفت عن التدخل في دول مثل سوريا وأفغانستان والعراق. لكن هل هذا يعني أو هل يشير بأي شكل من الأشكال أن الولايات المتحدة الأمريكية لأنها فقدت اهتمامها بهذه المنطقة ولم تعد تراها أهمية بالشكل الذي كانت عليه قبل 50 عاما يمكن أن تنسحب لصالح الصين مثلا فيها أو لصالح روسيا، لأن الانسحاب الأمريكي في قوى أخرى ستملأ في نهاية الأمر؟ لا أعتقد بأن هذا هو الحال. كما قلت بأننا سنستمر بعمليات مكافحة الإرهاب، ولكن بدلا من لعب القوى المهاجمة أو المحتلة فنحن نقوم بتعديل حضورنا هناك ليكون رادعا. لا أعتقد بأن هنالك أي افتقار للدعم للاستمرار بإبقاء آلاف القوى من الجنود الأمريكيين والطائرات وحاملات الطائرات في المنطقة لتوفير الرادعة أمام إيران كما ذكرت، لكي لا يملأ هذا الفراغ دول أخرى وقوى أخرى، ولكن لا أعتقد بأننا سنستمر بالعمليات العسكرية بالضرورة في نطاق واسع كما شاهدنا في العراق وأفغانستان عندما كان هنالك أكثر من 100,000 جندي مشارك فيها. فما لم يطلب منا حلفاؤنا المغادرة فاستمروا بوجودنا في المنطقة بأعداد كبيرة من الجنود ولكن في وضع الردع. واضح. جنرال مارك كيميت مساعد وزير الدفاع ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. وفاصل قصير نتابع بعده بعد آخر من حضور الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط المكلل بالغيب. مرحبا بكم معنا من جديد. حضور مكلل بالغياب، هكذا يبدو الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة عند الكثيرين. الوجود في العراق لم يمنع ظهور داعش وتمدده، الوجود في الخليج لم يمنع تهديدات إيران، الوجود في سوريا لم يحد من التوغل التركي والهيمنة الروسية، ولكن هناك من يجادل بأن المطرقة لا تصطاد الذباب. السيد سمير الصميضعي سفير العراق الأسبق في واشنطن هو ضيفنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة، لعله يفيدنا في الفهم بشكل أفضل لطبيعة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة والدور الذي يقوم به الجيش في هذه الاستراتيجية. أهلا بك معنا سعادة السفير الصميضعي، أهلا بك. أهلا بكم وبمشاهديكم، شكرا. هل من السهل علينا فهم الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، تواجد العسكري تحديداً؟ من الأسهل أن ننظر إلى الاستراتيجية الأمريكية على مراحل، كل مرحلة وفي عهد كل رئيس يحصل تحول، ليس التحول جذرياً ولكن هناك تحول وهناك تحول بالأولويات. ففي زمن الرئيس بوش كما نعلم قررت الولايات المتحدة الدخول العسكري في العراق وأطاحت بنظام صدام حسين وحاولت إقامة دولة جديدة على أسس جديدة. الآن كان لها أهداف معلنة وقد تكون هناك أهداف مضمرة غير معلنة، لكن الذي هو أن الجيش الأمريكي بقوة حوالي 170,000 مقاتل ومقاتلة دخلوا وسيطروا على البلد وبدأت التحولات. طبعاً بدأت التشكيلات السياسية، أول تشكيل كان مجلس الحكومة الذي كنت عضواً فيه، ومن ثم تأسست أول وزارة وأنا كنت أيضاً من ضمنها، ثم تتابعت الوزارات بعد الانتخابات. المؤسسات الجديدة وضع على بعد وضع الدستور والتصريح عليه على أساس أن تكون دولة عصرية حديثة.
لكن كانت هناك أجندات أخرى موازية للعمل الأمريكي. كانت الجارة إيران مثلاً تعمل على أهداف خاصة بها، وكان لها أتباعها ومريدوها الأحزاب الإسلامية الشيعية في العراق تحديداً، وكان هدفها ليس إقامة دولة قوية إلى الغرب منها، دولة قوية جديدة متعافية، وإنما إقامة دولة ضعيفة يمكن لها السيطرة عليها بعد التخلص من الوجود الأمريكي. فكانت الأولوية لدى الإيرانيين هي التخلص من الوجود الأمريكي. طيب كيف يمكن أن يفسر بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن على علم ولا دراية ولا حتى تصور بأن هذا سيكون الموقف الإيراني في العراق؟ هذا التحول حصل بعد أن انتقلت الرئاسة في الولايات المتحدة من بوش إلى أوباما. أوباما كانت مختلفة. بوش هو الذي دخل إلى العراق، وكان النجاح والفشل في العراق مرتبطاً باسمه. بالنسبة لأوباما المغامرة كما كان يسميها العراقية كانت لا تعنيه كثيراً. وفشلها لا يعنيه كثيراً، وكانت له أولويات جديدة من ضمنها التفاهم مع إيران حول قدراتها النووية، ولذلك أخضع الموضوع إلى هذه الأولويات. الذي حصل يجب أن لا ننسى. أنا معك سعادة السفير، بس هاي النقطة بدها توضيح شوي من فضلك. وحضرتك كنت سفير العراق الأسبق في واشنطن وعاصرت هاي المرحلة. هنا السؤال يأتي، هل السياسة الأمريكية الخارجية تجاه تواجد الجنود الأمريكيين تجاه حرب تشن هنا أو هناك، أو حتى التواجد من أجل الردع، يحدد تغير الرئيس من يسكن البيت الأبيض، ولا المفروض أن تكون استراتيجية لعقود طويلة؟ يعني في شيء ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية يجب عدم المساس به مهما كان الرئيس. صلاحيات الرئيس مفروض أن تكون محدودة في هذا الصدد. أنا عملت مع الرئيسين بوش وأوباما وشهد كثير. الذي حصل وعود إلى الفكرة الأصلية من دخول الأمريكان، وأعلنوا أنهم يريدون إقامة ديمقراطية جديدة. بدأت عملية البناء، حصل التصويت على الدستور، حصلت تشكيل الحكومات، حصلت الانتخابات. كان من الصعب على الأمريكان أن يعودوا فيقولون لننسى كل ذلك ولنتخذ القرارات بأنفسنا فيما يخص مستقبل العراق. كان عليهم لزاما أن يمتثلوا لإرادة الحكومة العراقية المنتخبة، وإلا لكانوا يكونوا في وضع محرج. فالذي حصل، الأحزاب الإسلامية كسبت الانتخابات. كما قلت كانت أجندتها تختلف جذرياً عن الأجندة الأمريكية. لما وصلنا إلى نقطة التفاوض على التمديد للقوات الأمريكية في نهاية 2011، وأنا كنت لا أزال سفيراً هنا، كانت طبعاً من شروط الوجود الأمريكي في أي دولة، في كوريا، في اليابان، في ألمانيا، أن تكون هناك درجة من الحصانة للأمريكان المقيمين العسكريين المقيمين في الدولة التي لهم فيها قاعدة. العراق وكانت في ذاك الوقت وزارة المالكية أصرت على عدم القبول بهذه الحصانة، وكانت تريد من الواضح كانت تريد جلاء إخراج القوات الأمريكية بالضبط. وكان هذا برأيي بدفع قوي من إيران، وكان تنفيذا للإرادة الإيرانية. هذا الذي حصل، ولم تحصل اتفاقية فيها اسم بالانجليزي اللي هي سيكيورتي اجريمنت، لم تحصل، وبالتالي اضطرت الولايات المتحده للخروج، ولم تدخل داعش الا بعد هلا. ايوه، والان في خطه لانسحاب القوات الامريكيه باعداد اقل، يعني في قوات التحالف بعد الحديث عن هزيمه داعش، القوات الالمانيه والامريكيه بدهم يقللوا اعدادهم في العراق.
كل هذا يتعلق بالعراق سيد الصميدعي، وحضرتك سياسي دبلوماسي معروف وكنت وزيرا للداخلية في العراق. ماذا عن، لو بدنا نشوف الصورة الأكبر الصورة الأوضح، تواجد الأمريكي للقوات الأمريكية في المنطقة؟ يعني في أفغانستان أيضا لم يحدث أنهم هزموا طالبان، لماذا هم موجودون في قاعدة العديد؟ لماذا هم موجودون في العراق الآن وكل هذا الخرق لكل الاتفاقيات الدولية تقوم به إيران؟ واضح أنه لا يوجد حرب ولا حتى على مستوى الردع ناجح القوات الأمريكية بتواجدها في المنطقة، شو اللي بدهم إياه؟ هذا صحيح، وأنا أعتبر هذا تخبط. التخبط الأمريكي أدى إلى هذه النتيجة البائسة المدمرة بالنسبة للعراق وبالنسبة حتى للمصالح الأمريكية. الولايات المتحدة لم تستطع حتى حماية مصالحها في مصالحها في العراق وحتى في المنطقة. الاستراتيجية الإيرانية كانت هي الناجحة في التغلغل بعمق في الدولة العراقية. الدولة العراقية الجديدة بنيت على أسس هشة، المؤسسات لم تكن مكتملة، والأحزاب الإسلامية الشيعية بنت خلف الواجهات الإدارية والحكومية المنظورة، بنت خلفها دولة عميقة وتغلغلت في كل المستويات، بينما تراجع التأثير الأمريكي عسكريا وحتى سياسيا. هذا حصل نتيجة لعدم الوضوح الذي أشرت إليه في بداية المقدمة في الجانب الأمريكي، والتغير في الأولويات الأمريكية بعد خروج بوش ودخول أوباما إلى السلطة. والبعض سعادة السفير ما بده يفسرها على أنها تخبط، لذلك يرون أنه في استراتيجية أمريكية ربما أبعد مما نعرفه، ولكن ما نحاول أن نستكشفه في هذا البرنامج، هو إذا كان في استراتيجية ولا ما كان في استراتيجية أمريكية في المنطقة. سعادة السفير السيد سمير الصميدعي سفير العراق الأسبق في واشنطن، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. شكرا. بهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر، تحية لكم وإلى اللقاء.